شريحة لهم بعد اليوم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الأمر الثاني، التطهير الثوري في كافة المؤسسات المصرية ممن ينتمون للنظام السابق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثالثا، إلغاء قانون الطوارئ بشكل فوري وتفعيل قانون العقوبات أو تعديله بحيث يضمن أو يحقق العقوبة الرادعة لأعمال البلطجة. نعم، نريد القضاء على البلطجية، ولكن من خلال قانون واضح، وأن يتم تسليم البلطجي ومعه الدليل المادي على الجريمة. لا يكتفى فقط بوصفه بأنه بلطجي، لا بد من قرينة أو شهود أو واقعة مثبتة حتى يصنف على أنه بلطجي، وتحرق أو تقطع يد البلطجي ورقبة البلطجي. تعديل قانون مجلسي الشعب والشورى بما توافق عليه القوى الوطنية وشباب الثورة وقوى ميدان التحرير. أيها الإخوة، هذه رسائل اليوم. عودة شركاتنا ومصانعنا التي سرقت ونهبت جراء قانون الخصاصة. المهندس حمد الفخراني الذي رفع قضية مدينتي، صاحب قضية مدينتي وقضايا أخرى، الذي يحارب الفساد، اعتدوا عليه مؤخرا. قاله يا حمد يا فخراني، لو مت من أجل هذا الوطن ستكون شهيدا، ابق على مسيرك حتى لو قتلوك. إننا هنا في التحرير نتحدث باسم الشعب المصري، ولا أريد أن أسمع بعد اليوم مصطلحا مكذوبا أو مغلوطا. الأغلبية الصامتة. أنا عايز أسألهم سؤال، إيه اللي ضمنكم إن الأغلبية اللي في البيوت معاكم أنتوا وأنتوا عددكم لا يتجاوز 15 واحد؟ إيه ضمنكم؟ أنا أقول إن الأغلبية الصامتة في البيوت معانا إحنا. أبويا حامد شاهين في قرية من قرى محافظة الغربية صامت. صامت لكنه معايا، وكل واحد في حضراتكم اهله في البلد معاه. كان كل واحد في التحرير من الملايين اللي حضروا وراها 10 و20 في البيت مأيدينه. الفطرة هي ايه؟ الاسلام فطرة الله التي فطر الناس عليها، والاسلام هو الحق. يبقى الفطرة هي الحق، يبقى الأجنة في بطون أمهاتهم معنا لأننا على الحق. والله على الحق، والله على الحق، نحن الشعب المصري على الحق. أقول لكم أمارة، أقول لكم أمارة واحدة بأمارة البرلمان المزور في 2010. الواحد لما يزور يزور 10%، 5%، 2% ويبقى مكسوف، إنما يزور 100%. أي بجاحة هذه؟ إن هذا أكبر دلالة على أننا كنا في أعينهم كالهدف.
يذهبوش، لا قدر لنا عندهم، فتفاجأوا